كده بتصور كده بتصور كل سنه وانتم طيبين جميعا عايز سعيد عليكم وربنا يعيد عليكم بالخير ان شاء الله ايوه زوم اهو يا باشا زوم على البريزيدنت زوم على البريزيدنت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شباب سميه كل عام وانتم بخير تفضل الله منا ومنكم ايه فين اللي ده اسمه ايه بقى قلت اسمه ايه الراجل اللي هيتبهدل النهارده ده السلام عليكم ده الشيك يا باشا بس انا مش عارف الجزء الاولاني ولا الجزء الثاني مثالي الجزء الثالث ده احنا هنضربه بقى فيه خد صورني طيب يا سامي تعالى يا باشا صورني مع الراجل ده يا بتصور يا بتصور دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده طبعا زي ما انتم شايفين المجموعه دي ده لازم يتغلب هزيمه نكراء لا اتغلب يا عم امبارح جامد جدا لا والله ابدا جدا يا عم امبارح مين اتغلب يا عم مين قال لك يا ابني كده يا عم سيد يا عم اتغلب 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 يا عم وبالذات ايهاب كان دلوقتي حضر الدكتور نائل يعني من الرحله الكبيره بتاعته السلام عليكم بنسلم عليك الحمد لله على السلامه كل سنه طيب ما تتغرب هنشوف هنوقفك ونخليك تدفع عليك ونشوف انت تكسب احمد كان بيلعب امبارح باركوا طب كويس عشان كده عرفت ليه كسبت اذا كنت كسبت يعني مين يا عم بص بقى كده بس بقى جت كده فادي طب بقى تاخدوا الاكتر ايه يا اخويا السلام عليكم السلام عليكم مين كل الجات الناس جات نروح بقى صور صور بيك السلام ورحمه الله وبركاته صور حضرتك طيب طبعا ربطوا في رجلك الاثنين دلوقتي انا عايز حبل عشان نلعب اللعبه دي انا نفسي العبها والله نفسي العبها يا رجاله مش انت عارف الناس والله ايه ايه سلام يلا يا عليا عليا تعالوا تعالوا هنا انا هصور يا باشا ايهاب اربط بلاف في رجلك انت بالذات اربط بلاف في رجلك يا عم يا سيد خد نفسك يا سيد يا سيد الواد مصطفى فين ليلى تعالوا هنا مصطفى تعالى مش انت مش انت زعلان مني النهارده ولا حاجه؟ لا الحمد لله بس خلاص انا جاي واقف جنب بابا ماشي خلاص انت هتصور البيت طب خلاص كان كده ماشي روح تلعب معاهم يا بيبي حبيب قلبي ماسك السكينه ليه؟ ماسك السكينه ليه؟ طب انت يلا يا جدعان